شارك رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في أعمال المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد في فيينا على امتداد 3 أيام متواصلة، حيث ناقش من خلاله العديد من المواضيع الهامة. نعم، وكان الغانم قد حرص خلال المؤتمر على توضيح أبعاد مقترحه بشأن إنشاء لجنة مشتركة شاملة لوضع أسس تضمن عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأقراض سيئة، وهو ما حظي باهتمام ودعم من قبل الوفود البرلمانية العربية والأجنبية. على امتداد 3 أيام متواصلة شارك معالي رئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق علي الغانم في أعمال المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء البرلمانات، ناقش خلالها العديد من المواضيع الهامة التي تشغل بال برلماني العالم. رئيس مجلس الأمة حرص سواء خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية أو في سلسلة اللقاءات الهامة التي عقدها مع العديد من رؤساء البرلمانات أو خلال المناقشات العامة على توضيح أبعاد مقترحه بشأن إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كافة المجموعات الجيوسياسية لوضع أسس تضمن عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض سيئة، وهو ما حظي باهتمام ودعم قويين من قبل الوفود البرلمانية العربية والأجنبية. ندعم بقوة المقترح الكويتي الهام الداعي إلى إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كافة المجموعات الجيوسياسية لوضع أسس تتضمن عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض سيئة، ونتمنى توسيع هذا الاقتراح بحيث لا نكتفي بإدانة وإيقاف خطاب الكراهية فحسب، وإنما أيضا محاربة الجريمة السبرانية. أعاني من وجود أحيانا سوء استخدام للوسائل الإعلامية المختلفة، ويعني المعلومات المضللة التي تظهر دون التحقق من صدقها ويعني مدى صحتها، فكنا ندعو بأن من المهم وجود تشريعات تتحقق من هذه المعلومات ومن صحتها ومصادرها قبل أن تؤخذ وتنشر. دائما نعول على أن السياسة الحكيمة لدولة الكويت قيادة السمو الأمير هي عامل نجاح للسياسة الخارجية العربية، هي دائما مصدر فخر واعتزاز، والمواقف الكويتية على مدار التاريخ يشهد لها بأنها هي دائما تدعم العمل العربي المشترك وتقوي الترابط والتواصل بين الدول العربية جماعة. البيان الختامي الذي حمل عنوان إعلان فيينا أكد مجددا على الحاجة الماسة للتعاون الدولي لإيجاد تعددية أكثر فعالية من أي وقت مضى للخروج من الأزمة الصحية العالمية. البيان أكد أيضا على أن المشاغل الإنسانية كحقوق الإنسان وحقوق المرأة ومواضيع متعلقة بالاقتصاد والقانون والوضع في أفغانستان ومكافحة الإرهاب وغيرها تظل في أولويات عمل البرلمانات، بما يعزز العمل الديمقراطي في مختلف أنحاء العالم. مشاركة ناجحة بكل المقاييس لرئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق علي الغانم في أعمال المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء البرلمانات، مشاركة حظيت باهتمام وتقدير كبيرين من قبل المشاركين في هذا الملتقى الدولي. من أمام قصر المؤتمرات بالعاصمة النمساوية فيينا لتلفزيون دولة الكويت، عبد الوهاب القيت.